ايه ده؟ ده الفلاحين الجامدين قوي في البلد اللي ينفعوا في المعركه مجهود، زي حامد اللي رد على جلال بيه، فاكره؟ اه فاكره. اه ده في قوه البلد وما جاش. تعالى تعالى وريني بيته. يلا. انت هتروح فين؟ هنقبض على شويه فلاحين مجوش. مفيش وقت. خلينا ناخد دوله بعد المعركه هنحاسب كل اللي ما سلمش نفسه. استطيع الا ان انا اصارحكم بسر ابتسامتي وانا بتفرج على المشهد ده. مشهد خالد يوسف بامتياز، يعني ده خالد من الاخر يعني. وهبقى اشرح لك، بص، المجاميع مع الموسيقى مع حركة الكاميرا، الظلم، الأمير المملوكي وهو بيقود الناس وراه ويسوقهم، دخلته وبعدين دخلت يعني الأستاذ الجميل الرائع الصديق عمر زهران، تحس إن هو كان بجد عايش في وسط المماليك. آه والله، مش كده ولا إيه يا أستاذ؟ مساء الخير يا أستاذنا. إزيك يا أستاذ؟ عامل إيه؟ الحمد لله. وحشني قد الدنيا. كل سنة وحضرتك. إيه الأخبار؟ كل صح وخير يا رب. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام يا أستاذنا، يعني بنحاول. لا ما تقولش كده خالص، ما تقولش كده خالص. والله أنا طب خليني والله أسألك سؤال يبدو سؤال جدلي جدا، سر التألق ما بين الإخراج وما بين التمثيل وشخصيات دايما ممتلئة بالتعقيدات، إيه السر؟ احكي لي. والله هو أعتقد يعني بفضل ربنا الحمد لله هو سر حبي الشديد جدا 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 وإخلاصي لكل شيء له علاقة بالفن. يعني أنا أعشق كل المفردات الفن بكامل عناصرها بأدواتها بكل ما فيها، بالإضافة لأنه ما انكرش طبعا أن أنا كنت محظوظ حظ كبير للغاية بالمخرجين اللي هم شافوا فيا حاجة وقدموني، بداية مثلا من خالد يوسف في عمر حرب، أيوه. أستاذ شريف عرفة العظيم في الممر طبعا. محمد سامي، ومؤخرا بقى آخر العنقود المخرج المبدع والجميل محمد سلامة اللي اداني فرصة عظيمة للغاية في الكتيبة 101. والحقيقة يعني أنا مخضوض من ردود الأفعال بفضل ربنا الحمد لله. يعني طب هنا برضو دي صعوبة، يعني وانت بتقدم دور أمير مملوكي في سر الباتع ودور ضابط مصري في 101، هنا منتهى الوطنية ومنتهى الإخلاص ومنتهى الحب للتراب الوطني، والناحية التانية في سره الباتع رجل ظالم ومفتري، الفصلة دي بتجيبها ازاي؟ المسلسلين أكيد كانوا بتصوروا تقريبا في توقيت مشابه لبعضه، صح؟ اه ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. اه ولا أخفيك سرا اني يعني انا يعني عرض عليا بعض أدوار في رمضان السنة دي متنوعة، يمكن بسبب الكتيبة 101 أنا رفضت تقريبا 3 أعمال وكانت فيهم فرص كويسة. الكتيبة 101 أظنك يا صديقي هتفهمني ده حالة خاصة وجدانية وطنية مصرية مزروعة جوايا. أنا عندي نقطة ضعف شديدة جدا جدا تجاه عشقي وحبي الشديد وتقديسي للجيش المصري العظيم، واعتقد اللي يطلع على صفحتي على الفيسبوك هيجد ان عشرات البوستات كنت بطالب فيها باشياء بيعتبروني متطرف في مشاعري وفي حبي الشديد. قلت ان انا بحلم بان يتحول الشعب المصري كله لكتيبه، والجيش اللي يدرس المخاطر اللي بتحاق ضد مصر والمؤامرات، وخاصه كم الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها قبل ما ادي الدور، حقيقي بعترف بمنتهى الشجاعه
إني كنت مقصر ولدي نظرة إلى حد ما سطحية وقاصرة عن هذه الحرب الطاحنة اللي بياخدها الجيش المصري في حدود مصر بالكامل. لأن يمكن أنا عفوا يعني هتلاقي ناس كتير فكرتهم أو تصورهم، وده أنا قلته في أحد خطبي موجودة في المسلسل. فبالفعل أنا عندي ضعف شديد جدا تجاه، حتى أنا لا أخفيك سرا أنا محتفظ ببدلة الخدمة العسكرية بتاعتي لحد دلوقتي في دولابي، هتلاقيها مكوية ومحطوطة بالباري بتاعها اعتزازا مني بهذا شرف بهذه الأيام. يعني شرف والله شرف. طب كلامك ده بقى بيخليني هنا هسألك سؤال كده، تحق المقولة ليس من سمع كمن رأى، يعني رؤية أغلبنا أو تصورات أغلبنا للحرب على الإرهاب هي رؤية محدودة جدا 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 بجانب الواقع الحقيقي اللي كان بيخوضه الجيش المصري. أنا بطالب يا صديقي من منبرك العظيم ده الوطني إنه يتم عمل مسلسلات للأطفال الصغيرين عن مخاطر الإرهاب على مصر، وإن كل هذه الأعمال يجب أن تكون يتم دمجها في مقاطع، ويتم إضافة حصة في المدارس اسمها مشاهدة. لازم الولاد الصغيرين في المدارس يا أستاذ يوسف يتفرجوا ويشوفوا الدور اللي بيقوم به الدور الجيش المصري العظيم في محاربة الإرهاب، لازم يفهموا، لأن دول اللي احنا هنسيب لهم البلد بكرة، دول اللي هم هيبقوا مكاننا وأماكننا، هم لازم يستوعبوا من دلوقتي. لأن بأكد مرة أخرى الفكرة قاصرة وليست واصلة كما يجب لجميع أفراد الشعب المصري عن حرب الإرهاب. طيب عمر باشا زهران، أنت بالأساس مخرج، تقول لي أطالب؟ لا يا باشا، ابدأ على طول المشروع. يعني ليه ما يبقاش مشروع عظيم زي ده برؤية عمر زهران؟ أتمنى والله العظيم يا أستاذ يوسف، لأن بالفعل أنا يعني القضية خدت بعد جوايا، ويمكن الناس متصورين كنت بمثل إطلاقا والله العظيم. أنا من أول ما لبست الأفرول وقريت السيناريو والحوار والكلام كله أنا فعلا كنت بقوله من قلبي، لأني مؤمن بالقضية إيمان لا يمكن أنك تتصوره. وبالفعل أنا تحت أمر أي جهة تطلبني إن أنا أقوم بالدور ده، لازم يتم تدريس في المدارس مادة مصورة اسمها الإرهاب، مش كلام، مش ورق وكتب، لا، فيديوهات الولاد الصغيرين يتفرجوا عليها ويتم امتحانهم واختبارهم فيها، ده مين وده عمل ايه ودي جماعة ايه وده حصل ازاي. لازم هو ده السبيل، هو ده الطريق. صحيح، انا اتفق معاك جدا، وخليني يعني اثني واثني على كلامك، وهنيك طبعا على الدورين، واقول لك وحشني قد الدنيا، وعايزين نشوفك قريب، مش لازم نبقى بس بنتفرج على التلفزيون. كل الشكر، ربنا يخليك، كل الشكر ليك فنانة ومخرجنا الكبير أستاذ عمر زهران. طيب تعالى، أنا اللي بشكرك، ربنا يخليك يا رب، ألف شكر.